خالد من العراق سأل عن كتاب حسن مسلم، والحقيقة تكرر كثيرا علينا السؤال عن هذا الكتاب بالذات، يعني عن الأحاديث التي فيه، ويقولون يعني أنهم وجدوا في بعض الأحاديث لم يجدوها في كتب أخرى. المشهور أن هذا الكتاب كتاب جيد، وعندنا طلعنا على إحدى طبعاته قديما ولم نجد فيه شيء من الملحوظات، بل مؤلفه الشيخ سعيد بن وهف القحطاني، بل الذي نصيبه قراءة هذا الكتاب. نعم. هند من